السلام عليكم طلابنا الأعزاء، نكمل معكم محاضرتنا للـ Inverse of Laplace Transform. طبعا أول شيء ننتبه إنه التكملة أول شيء ندي بالموضوع اليوم القواعد أو الرول للـ Inverse Partial Fraction. ننتبه إذا عدنا بس مجرد إنه S زائد A، يعني إذا عدنا بس قوس بالمقام S زائد A فراح يصير A على S زائد A، أما إذا تربيع فراح يكون مرة بدون تربيع ومرة تربيع A و B، وإذا تكعيب فمرة بدون بعدين تربيع بعدين تكعيب وهكذا، وإلى نهاية القواعد كاتبكم إياها. راح ناخذ هذا الموضوع، عفوا راح ناخذ هذا السؤال نوضح به الخطوات ككل، نوضح به الخطوات ككل. خلي ألغي هاي كلوز، تمام، مجرد أنا بدي أشر إنه على الباب، تمام شباب. لما يجينا فاين لابلاس انفيرس لهيجي كسور، اذا انتبه انا المين انتبه اول شي للمقام، اشوف اس المقام ايش قد، فبما انه هنا عندي اس وهنا اس وهنا اس، اذا راح يكون اس تكعيب، اذا كان هنا تربيع فحيكون اس اس 4، تمام. هسه نجي لبرا، اول شغله نقول يابا لابلاس انفيرس لهذا الشي يساوي لنا، بما انه ثلاث اسات عندي، يعني هذا القوس ويا هذا القوس راح يعطيني اس تربيع، الاس مالته لما ادخل الاس عليه راح يصير اس تكعيب، اذا بهاي اللحظه راح يكون عندي ثلاثه اي بي سي، ثلاث ثوابت اي والبي والسي، تمام شباب. هاي اول شغله. نجي المقامات راح ناخذها شلون، انه احنا كنا نوحد المقامات هسه نفككها، هو هذا يسموه البارشال فراكشن. اوكي، نجي شغله ثانيه، هسه احنا مو عرفنا انه البسط اي بي سي، غير نريد نعرف انه يوجد قيمتهن، احنا هنا عرفنا انه جزئناه كل واحد واحد، اي تجزئه كل واحد واحد بالنسبه للمقام، هسه نجي على البسط نريد نعرف شو قيمه البسط الجديد، تمام. اول ما اجي اكتب انا ايش قد اي بي سي، اي بي سي، تمام، اي بي سي، خلصنا من اي بي سي ليميتيشن، اجي اس الى جد الاله، هسه نعرف على كيفنا شوي شوي، بس اكتب لي اس الى، افتح الكسر حط كسر، حط لي المقام اللي عفوا الباسط اللي هو هذا الباسط، يعني هذا الباسط هو هنا وهو هنا وهو هنا بالاي والبي والسي. هسه نجي المن نجي لهاي القيم، انه هنا شلون بدي اتحكم، شنو الفكرة؟ أنا وين بأي؟ أجي هذا الأي، هذا المقام مالت الأي، تمام؟ شقد إس؟ أساوي لي الصفر، فإذا إس تساوي لي صفر، أجي بالبي هذا المقام مال من؟ مال البي، إس زائد اثنين لازم همين أساويها للصفر، إذا إس تساوي لي ناقص اثنين، تحول الاثنين من الجهة الثانية فصير ناقص اثنين، إذا إس إلى اثنين، هاي ليميتيشن. السي كذلك، إس زائد ثلاثة يساوي لي اس زائد 3 يساوي لي صفر، اذا اس يساوي لي سالب 3 عوضته. هسه نجي احنا عرفنا الباسط وعرفنا الليميتيشن، هسه نجي الى المقام، بما انه انا دا احكي بي اذا اغطي بي كليته اخذ المقام مال بي والسي، واذا دا احكي بي عفوا دا احكي هنا باي اذا اغطي الاي كليته اخذ المقام مال اس زائد 2 واس زائد 3، اس زائد 2 زائد 3، إذا أنا بي إذا آخذ إس وإس زائد 3، إذا أنا بالبي إس وإس زائد 3، إذا بالسي إس وإس زائد 2، هذا إس وهذا الإس زائد 2، تمام شباب لحد الآن؟ أوكي، هسه شو راح نسوي؟ مجرد نعوض قيمة الليميتيشن اللي عندي، إس إلى صفر، صفر صفر، خمسة وهكذا، يطلع لنا قيمة الأي، وهنا أنا أعوض ناقص 2 بدا كل إس. يطلع لي قيمة البي، وهنا اعوض قيمة السالب 3 بذاك الاس يطلع لي قيمة السي. بما انه طلعت قيم الاي والبي سي، اذا ارجع شو اقول؟ اقول لابلاس انفيرس الى هذا الحد
مجرد اعوض كيف هذا الاي هذا البي هذا السي باشارته. هنا سي سالب، اذا هنا كان موجب ايش صار؟ صار سالب. انتبه عليها. هسه اخذ لابلاس انفرس لهذا، فواحد على اس الانفرس مالته هو واحد صح، والواحد على اس زائد اثنين هذا يطلع لنا الاكسبوننشال ماينس 2 تي، وهنا الاكسبوننشال ماينس 3 تي، وبالتالي النهايه مالته هو ها. تمام شباب، فهمت الفكره؟ هي هاي الفكره. في حاله انه كان عندي اس تربيع ايش راح يصير؟ يصير اي على اس، بي على اس تربيع، سي على اس زائد 2، دي على اس زائد 3. اذا كان عندي اصلا بس قوسين هاي ما موجوده الاس، اذا المره اي ومره بي، شلون عندنا هنا موجود مثلا بالهوم ورك. بالهوم ورك هنا انتبه ايضا للمقام، وممكن البسط ايضا، ممكن انه يكون عندنا تحليل البسط والمقام، ممكن يسهل علينا امور كثيره. تمام شباب، طبعا اتمنى لكم كل التوفيق. ننهي محاضره اليوم بالنسبه لللابلاس انفيرس. المحاضرة القادمة راح تكون عبارة عن تطبيق الى اللابلاس. هذا مثال وهذا مثال، واجب عليكم انه تحلوا مطلوب منكم. اتمنى لكم كل موفقية ان شاء الله. شكرا جزيلا، لا تنسون المتابعة والاشتراك بالقناة.